أحلى تحية لمشاهدي قناة التلفزة تي في. حلقة جديدة من برنامج حماة الوطن، حلقة ستبقى عالقة في ذاكرتي أنا شخصيا، لأني اليوم أعيش مع أهلي، مع ناسنا من دولة فلسطين التي ستبقى حرة ومستقلة أبد الأبدين. أنا أقول اليوم أن هذا الشعب الذي علم العالم الصمود ورفض الاحتلال هو علم وأعطى دروس للعالم، وبجانب سعادة السفير فلسطين الغالي علينا الناس الكل. سعادة السفير، أول حاجة ربي يحرر إن شاء الله الشعب الفلسطيني ودولتنا أمين فلسطين، إن شاء الله إن شاء الله نلتقي في القدس إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. شكرا يعني على وجودكم، وإحنا بين أهلنا هنا في تونس، واليوم كان عندي لقاء مع أبنائنا وبناتنا وأخواتنا وإخواننا وأطفالنا من الجرحى، ومع القائمين على رعايتهم هنا في تونس من الهلال الأحمر التونسي ومؤسسات الإشراف الثقافية الاجتماعية الأسرية في تونس، اللي يقدموا كل ما يستطيعوا أن يقوموا فيه من خدمات ودعم، إن كان صحي إن كان نفسي إن كان علاجي إن كان إقامة كل الموجودين هنا في تونس في موقف. يعني لا أقول أنه أريد أن أشكر تونس عليه، لأن تونس تعتبر هذا جزء من وقوفها في نفس الخندق مع فلسطين، ويعتبرون أبنائنا أبنائهم وبناتنا بناتهم وجرحانا جرحاهم. فالدم الفلسطيني ينزف في الواقع دفاعا عن الحق، ليس فقط حقوق الأمة العربية وإنما حقوق الإنسانية جمعاء. والآن نعيش مع مجموعة اللي عائلاتها كلها عانت في فقدان أبنائها عائلاتها إخوانها أخواتها من شهداء على أرض فلسطين، ويعني يقدرون كل التقدير هذا الموقف التونسي المبني على الوقوف مع الحق المطلق بشكل دائم، وأخذ الحق الفلسطيني كعنوان أساسي لحقوق الإنسانية جمعاء. فالعالم يعيش في مفترق طرق، مفترق طرق، إما الاستمرار في لا إنسانية الإنسان من خلال استراتيجيات القوى الصهيونية الاستدمارية الإمبريالية اللي تريد الهيمنة على الشعوب العالم بما فيها شعوبها. والآن أمام هذا الصمود الأسطوري لشعبنا في وأهلنا في غزة في الضفة الغربية في القدس في كل أماكن فلسطين التاريخية، كشف كل هاي الحقائق وكشف أكاذيب هذه القوى الصهيونية الاستدمارية الإمبريالية في الواقع، وكشف حقائقها للبشرية جمعاء. فموقف تونس موقف مشرف، هو موقف يقف مع الحق في الواقع والحق المطلق. والآن أصبح يعي أن هذا الموقف التونسي المشرف للإنسانية، ليس فقط لتونس، ليس فقط لفلسطين، وإنما للإنسانية، أصبح بوصلة لمسار استراتيجية أنسنة الإنسان، الوقوف مع الحق الإنساني، الوقوف مع عذابات الشعوب وتخليصها من جرائم من يقوم بهذه العذابات. طبعا معاناة شعبنا في وأهلنا في غزة وفي كل أماكن فلسطين في الضفة وفي القدس، أن الجرائم اللي ترتكب في غزة، تم تدمير 70% من البنى التحتية، المساكن، المستشفيات، المدارس، الجامعات، الجوامع، الكنائس، المعارض التراثية، مسحوا كل شيء في الواقع، وكانوا يعتقدوا أن الشعب الفلسطيني سوف يستسلم. المعاناة كبيرة، ولكن التمسك في الأرض وفي الوطن وفي الهوية وفي الحق أكبر من المعاناة وأقوى منهم، وثبت للعالم أن هذا الشعب الصامد الصابر الذي يواجه استراتيجية
كونية في الواقع، تدميرية للإنسانية، استطاع أن يقف لوحده ويثبت هويته الوطنية على الأرض، استطاع أن يثبت هويته الوطنية في الجغرافيا، في الديموغرافيا، في التاريخ وفي كل أماكن تواجدهم. إذن هذا أدخل هذه القوى الصهيونية حالة من الإحباط، مما دفعها إلى رفع مستوى جرائمها ضد الإنسانية وليس ضد الشعب الفلسطيني لوحده. فصمود شعبنا وموقف تونس في نفس الخندق مع شعبنا هو موقف مشرف في الواقع للإنسانية كلها. صور حقيقة مؤلمة تأتينا من غزة، من الضفة الغربية، انتهاكات كبرى لجميع المواثيق. تقريبا يحاول الإعلام، خلينا نقول تكتل العالمي في الإعلام، أنه يسوق إلى انتصارات، ولكن في الحقيقة هي هزيمة كبرى مني بها هذا الاحتلال المتغطرس، وكان له درس، لأنه صمود الطفل الصغير والامرأة والشيخ والكهل وكل الفلسطينيين كان هو درس، وعبارة أنه تقريبا أطنان من القنابل أكثر من 5 مرات من هيروشيما، ورغم هذا بقي دون ماء وضوء تقريبا، هذا شيء يعني لا وغذاء ودواء بدون مدارس، يعني أجيال كاملة، يعني 450 مدرسة تم تدميرها، يعني الأطفال ما عندهمش المدارس لمتابعة دراستهم، الجامعات كلها تم تدميرها. يعني حاولوا أنه يعني شيء لا يتخيل العقل، الجرائم اللي ارتكبوها ضد أبناء شعبنا يعني على الأرض. والآن العالم بدأ يعي أمام هذا الصمود الأسطوري لشعبنا ولأهلنا اللي بيعانوا، معاناتهم لا تطاق. يعني الواحد صعب الآن أنه يذهب للنوم حتى، مش نقول للأكل، أمام هذه المعاناة الكبيرة. يعني أطفال مولودين جدد في الواقع ما عندهمش حليب، أمهاتهم ما عندهمش أكل، مش قادرين يرضعوهم حتى في إطار الرضاعة الطبيعية. يعني شيء لا يتخيل عقل، ولكن هذه الآلام كشفت حقائق الإجرامية اللا إنسانية التي تمثلت في استراتيجية هاي الحركة الصهيونية الاستدمارية المبنية والمدعومة بلا حدود من قبل القوى التي كانت تفاخر نفسها بأنها أصحاب قيم حرية الإنسان، ديمقراطية، حماية الطفولة، وهي غائبة كل الغياب عن ذلك. بدل ذلك يمولون ويبعثون لهذا العدو المقيت القذر في كل أنواع الأسلحة والقنابل وأدوات التدمير، سمموا الهواء والماء ودمروا كل البنى التحتية في الموضوع، وما زالوا بعض هاي الدول أو الأنظمة لهاي الدول تتفاخر بما يسمى بقيمهم الغربية المبنية على الديمقراطية والحرية والإنسانية وحقوق الإنسان وحقوق المرأة، وهم أبعد ما يكون من تطبيق هذه القيم التي يدعون أنهم يحملونها، وكأنهم نحن الوحوش وهم عندهم استراتيجية الإنسان، بينما ثبتنا أن الإنسان هو نحن، ومساراتهم الفكرية والترتيبات اللي بقوموا فيها على الأرض هي اعتداء على إنسانية الإنسان، وتمثلت هاي في كل الجرائم اللي ارتكبها الكيان الصهيوني ضد أبناء الشعب الفلسطيني بدعم مباشر وغير مباشر من قبل هذه القوى. فلذلك عليهم أن يخجلوا من أنفسهم، عليهم أن يحاسبوا أنفسهم، وسيأتي يوم لتحاسبهم الإنسانية كلها بما فيها شعوبهم، ستحاسب هذه الأنظمة التي بدأ الوعي الإنساني عندها يتفجر، إن كان في الولايات المتحدة، إن كان في كندا، إن كان في أوروبا، إن كان في آسيا، إن كان في كل مكان، أصبح يعي أكاذيب وتشويه الحقائق الإنسانية على شعوبهم، واستعباد عقول شعوبهم قبل استعباد عقول الشعوب الأخرى
للاستيلاء على أوطانهم. فنحن في مرحلة مفصلية اللي سيكون الواقف مع الحق الفلسطيني هو واقف مع الحق الإنساني. إذا اختفى الحق الفلسطيني أنا بأكد لكم سوف تختفي حقوق الإنسانية جمعاء، ساعتها لن تبقى على هذه الكرة الأرضية أي نوع من إنسانية الإنسان. ففلسطين والطفل الفلسطيني يمثل أنسنة الإنسان على عكس ما تمثله الاستراتيجية الصهيوإنجيلية في الواقع اللي هي تدفع في إطار شيطنة الإنسان. صحيح سعادة السفير، شفنا هيب. أنا أعرف أنك على علاقة قريبة ومع التونسيين وموجود قريب من التونسيين وتابعت الهبة الشعبية أولا نصرة للقضية الفلسطينية في أول أيامات القصف، وأيضا السلطة كانت في وقت حساس، نعرف أن الدولة التونسية في وقت معين اقتصاديا منهارة وليست القوة، ولكن رغم هذا أنا من أعلى سلطة، خاصة أعرف أنه حتى المتابعة مباشرة حاليا حتى الوضع من سيادة رئيس الجمهورية. كيف تابعتم وما هو انتباعكم للموقف التونسي خاصة؟ وعلى كل إنسان حر أن يضع حداً لعربدة الحركة الصهيونية، حداً لجرائمها وحداً لعربدتها. طلع، هي تونس في الوجدان وفي التركيبة الجينية الفلسطينية هي في نفس مستوى التركيبة الفلسطينية في الجينات التونسية. يعني اسأل أي طفل فلسطيني عن تونس، يعني سترى حجم المحبة والطاقة والإصرار والرغبة في الارتباط في تونس وعشقهم لتونس. فلذلك تونس موجودة في تركيبتنا الجينية كما هي فلسطين موجودة في التركيبة الجينية التونسية. احنا تابعنا كل الإحداثيات اللي هي لم تكن حدث عارض في الواقع، هو مسار مستمر تراكمي بدأ حتى قبل حرب 48 لما كان التونسي يتحرك على أقدامه من تونس إلى فلسطين بالرغم من بعد المسافة الجغرافية اللي موجودة بين تونس وبين فلسطين. وعندي صور للمقاتلين والأبطال التوانسي اللي تحركوا من تونس إلى فلسطين مشياً على الأقدام للدفاع عن فلسطين. إذن هذا الرابط ما بين تونس وفلسطين هو ليس ردة فعل في الواقع مبنية على حدث محدد، هو رابط مستمر. يعني أيضا حين صار الغزو الصهيوني للبنان في 82 أغلقت كافة الأبواب وكانوا يعتقدون أن الهوية الفلسطينية انتهت ومنظمة التحرير انتهت، ففتحت تونس أبوابها إلى القيادة الفلسطينية والمقاتلين الفلسطينيين وتم التعامل معهم كأنهم أبناء تونس، ولم تتدخل المؤسسات التونسية في حينها لا من قريب ولا من بعيد في القرارات الفلسطينية، كانت تدعم أي قرار يتم اتخاذه من قبل القيادة الفلسطينية وقدمت كل التسهيلات لكل المقاومين الفلسطينيين اللي في ذيك الفترة خرجوا من بيروت إلى تونس إلى حين عودتهم إلى أرض الوطن في الموضوع، وما زالت تونس تقدم كل ما تستطيع تقديمه بالرغم من إمكانياتها المحدودة بالرغم من بعض المصاعب الاقتصادية نتيجة إحداثيات محددة سابقة، الكورونا اللي صارت، يعني بعض المشاكل اللي صارت على المستوى الكوني، إلا أنه التونسي يعني حينما يتعلق الأمر في فلسطين يعني يستطيع أن يقدم الدعم للفلسطيني على حساب حاجته الشخصية. يعني صحيح. أنا يوميا يتم الاتصال فيه من قبل عائلات تونسية، من قبل أفراد أشخاص مؤسسات ندوات اللي بيسألوا أنه نريد أن نفعل شيء
لا نريد أن نكتفي فقط في الشعارات، لا نريد أن نكتفي فقط في الخطابات، نريد أن نقدم لفلسطين، إن كانوا دكاترة، إن كانوا محامين، إن كانوا أساتذة الجامعات، إن كانوا باحثين، إن كانوا ممرضات، ممرضين، نساء، اتحادات، الكل في الواقع هنالك إجماع من رأس الهرم من سيادة الأخ الرئيس قيس سعيد اللي هو فرض كلمة وعنوان الحق الفلسطيني الذي لا يمكن التفاوض عليه، وأصبح الآن تعبير شمولي على المستوى الدولي. قبل كانوا يتحدثوا عن قضية فلسطينية نرفعها فيها ربح فيها خسارة، هو قال هذا حق مطلق لا مساومة عليه، والآن أصبح هذا العنوان يتردد في كل مكان وعزز المعطى الفلسطيني في إطار التوازنات ليس فقط الإقليمية فحسب، وإنما في إطار التوازنات الدولية، وأصبح الجميع يبحث كيف يمكن فرض هذا الحق وهذا الرقم بالرغم من أنه رقم متواضع جدا لتثبيت التوازنات الإقليمية والدولية في إطار استراتيجيات جديدة مبنية على ما يسمى استراتيجيات مراكمة الحلول واحترام الشعوب وتثبيت الحقوق للشعوب المبنية على المعطيات والإحداثيات الحقيقية وليس الأكاذيب اللي فرضت من قبل هاي القوى. فلذلك تونس كانت بوصلة للشمال قبل الجنوب في إطار تثبيت الحق، وفرضت تونس أيضا موضوعات المآسي اللي بعيشها دول الجنوب في أفريقيا على الشمال، والآن الخطاب التونسي أصبح يؤخذ بعين الاعتبار بعد أن حاولت بعض القوى التخفيف من أهميته، وهذا الخطاب بما أنه أخذ حيزا مهما في إطار الفكر الجماعي أصبح يرعب الحركة الصهيونية في الموضوع. فلذلك تونس قدمت يعني فوق طاقتها، ولكن هذه التقدمة كانت مؤثرة في إطار المسارات المختلفة. في الختام سعادة السفير، أنا نحب نغتنم فرصة نقول أنا بالحق هذه لحظة تاريخية بالنسبة لي، ونتمنى رأوا الكل شباب تونسي، إذا ننقل على لسان الشباب التونسي نتمنى ورانا موجودين في خاطر أنتم في الخط الأمامي، أنتم تحميوا في كرامة وفي الأمة العربية والإنسانية كلها، الإنسانية جميع جمعاء لكي يتم إسقاط أنف هذا المتغطرس الذي دنس كل المقدسات. في الأخير كلمة حق في منظمة الكبيرة منظمة الهلال الأحمر، ونحبك تختم بقصة الفتاة التونسية الطفلة التونسية ذات 3 سنوات سمعتها وهي مؤثرة، حبيت الشعب التونسي كل يسمعها اللي استعصلت. يعني في يعني كنا مع بعض الأصدقاء فقدموا نوع من سلطة شو سموها الفواكه السلطة السلطة بتاع الغلة سلطة غلة، ففيها اللون الأخضر والأحمر، ففيها عدة الألوان والفريز الأحمر وهاي. فبنت صغير عمرها 3 سنوات تطلع على الصحن بتقول هذا علم فلسطين، شايفة؟ لأنه فيها كل ألوان علم فلسطين بالفعل، يعني هي أذهلت الجميع. عمرها 3 سنوات 3 سنوات، فيعني فورا من أول نظرة قالت هذا العلم الفلسطيني. فيعني شوف هذا كيف حتى التركيب الفكرية تبعون أطفال تونس كيف عمالة بتكبر مع الأطفال، فهذا الجيل لن يهزم. صحيح. فلذلك نحن قادمون على مرحلة جديدة يجب تنشئة أجيالنا وأطفالنا على مفاهيم جديدة، تخلص من الاستعمار الفكري أولا، لنتخلص من مش الاستعمار الاحتلال الفكري أو الاستدمار الفكري، للعودة إلى الحقائق الموضوعية لنستعيد حقوقنا وأراضينا ليسود العدل والحق للجميع. نحن لم نعتدي على أحد، كل الوقت تم الاعتداء علينا في الموضوع. نحن رسالة حق،
رسالة إنسانية، رسالة سلام للبشرية، ونرفض أن يكون هذه الرسالة على حساب أطفالنا، ونفرض حقوقنا بكل الوسائل. صحيح. والنصر قادم إن شاء الله. الهلال الأحمر في كلمة. لا لا، الهلال الأحمر يعني ما شاء الله عليهم بقوم أعمال بواجب إنساني يعني يفوق حتى طاقتهم، ويريدوا أن يقدموا دون مقابل في الواقع وتسهيل الأمور إلى أقصى درجات وإمكانيات، حتى بالرغم من كل المعيقات التي تحاول إعاقة أي تقدم في أي مسار إنساني أو صحي. فهذه الطاقة الجبارة في الواقع يجب أن نفتخر فيها ونحييها، لأنه هن أيضا يعتبروا جبهة مقاومة دفاعا عن الحق في وقوفهم الإنساني مع الجريح مع المريض، بالرغم من كل المخاطر اللي بتواجههم أمام كل هذه الجرائم اللي ترتكب ضد شعبنا، إن كان بفلسطين، الهلال الأحمر بفلسطين، الهلال الأحمر التونسي، الهلال الأحمر حتى الإخوان في مصر كمان اللي فتحوا مستشفيات وقدموا خدمات كبيرة للجرحى ولمعاناة الأطفال. فهذا لا يقدر بثمن، هذا جهد إنساني، يعني هذه رسالة للإنسانية جمعاء. بدكم تقدموا للإنسانية، تفضلوا تعالوا بالفعل وليس بالكلام. فهم يقومون بالعمل وبالفعل وبالواجب بالرغم من المخاطر، وليس مجرد خطابات وبيانات وكلام بدون أفعال. مسكت نفسي باش ما نبكيش في الانترفيو، لأنه عليق يومين نشوفوا مشاهد كبيرة. في الختام نحب نقول ربي ينصر شعبنا الفلسطيني، ربي إن شاء الله تتحرر فلسطين ونلتقي وتتحل المعابر كله، ندخلوا للقدس، القدس الشريف، ويطهر لأنهم دنسوا كل شيء وما عندهمش حتى حدود. الله موجود وفي الوجود، والنصر قريب إن شاء الله. شكرا سعادة، زي ما بقولوا ان مع العسر يسرا، ان شاء الله تفرج والنصر قادم، وان شاء الله بنلتقي كلنا جميعا في القدس، وبتشرفوا فلسطين واهلكم في فلسطين ووجودكم معهم. شكرا سعادة، يعطيكم الصحة. شكرا شكرا. اكيد فرصة للانسان باش يتعلم من الحياة، يتعلم من ناس علموا العالم. وانا اليوم في حلقة خاصة شاب اخر، شاب من الدولة التي بقيت صامدة رغم استعمال جميع أنواع الخروقات والأسلحة وأنواع الجرائم، فبقيوا صامدين بأطفالهم بنسائهم وبرجالهم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. أخوكم عماد عابد أبو والد الجريح محمد عماد عابد. للأمانة يعني خلينا نبدأ بالشعب التونسي، واللي احنا بنحكي لكم كما قال شاعر الثورة الفلسطينية محمود درويش، كيف نشفى من حب تونس. فعلا لمسنا حب واحترام واهتمام من شعب تونس العظيم منذ بداية السنين، والعلاقة وطيدة بين الشعب الفلسطيني والشعب التونسي. بعد حرب بيروت في 1982 توجه منظمة التحرير وأخونا أبو عمار رحمة الله عليه إلى تونس، من لبنان إلى تونس، ومن ثم من تونس إلى فلسطين. صحيح. أوائل التسعينات دمنا اشترك مع دمكم كتونسيين، يعني مش من اليوم، من أيام الفينيقيين والكنعانيين. صحيح. لا من لا يشكر الناس لا يشكر الله. فعلا نشكر أهل تونس برئاسة الرئيس قيس سعيد حفظه الله على الواجب الوطني اللي قدموا لجرحانا البواسل في مستشفياتكم في تونس، وبما قدمه من تدخلات واحترامات كدولة لجميع المرافقين وجميع الجرحى. ومن ثم نشكر أخوتنا بالهلال الأحمر التونسي بقيادة أخونا رئيس الهيئة دكتور عبد اللطيف شابو، والأخت بثينة، والأخ عدنان، وجميع طاقم اللي هو الهيئة الوطنية. صحيح. التونسية. والأمانة شعب فلسطين زي ما تفضلت أخونا شعب صبور، شعب مقدام، برغم الترسانة اللي هي ترسانة مش صهيونية لوحدها،
ترسانة أمريكية، صحيح. بريطانية، إيطالية، جميع دول العالم قاعدة بتقاتل فينا، وإحنا شعب مغلوب على أمره يعني. صحيح. الحرب ديما حرب قدام حرب، طائرة قدام طائرة. صحيح. مش شعب أعزل، معنا إمكانيات المقاومة الفلسطينية كناتنا عقدنا، ولكن الكل بيشوف أمام التلفاز مدى الدمار والإبادة الجماعية اللي بيعملها بني صهيون. صحيح. القصة تطهير عرقي مش أكثر ولا أقل، إبادة جماعية لشعبنا الفلسطين، ولكن أطفالنا بشيوخنا بنسائنا صامدين صابرين في أرض الرباط فلسطين، وبإذن الله النصر كان حيكون حليف إلنا كفلسطينيين. والخزي والعار، والخزي والعار لمن تخاذل مع شيوخنا وأبنائنا ونسائنا في فلسطين. التاريخ لن يرحم. صحيح. ولن ينسى من خذل شعب فلسطين ومن وقف معاه. وأرجع وأقول لكم، حفظ الله رئيس قيس، وحفظ الله تونس الشقيقة، حفظ الله الشعب التونسي من كل الفتن، وبارك الله فيكم، وربنا هيك ينصر فلسطين ويمشي منا جميعا، ويشفي جرحانا ويحرر أسرانا في فلسطين ويرحم شهدائنا. وأكرر، ربنا يثبت أهل الرباط، أهل فلسطين، وربنا يحفظ تونس وأهلها من الفتن الخارجية. صحيح. نحبين زيادة نضيف على كلامك حاجة شفتها وعايشتها. قابلت شاب فلسطيني يعني فقد قدميه الاثنين ويد، وحتى بعض من أصابعه، يعني بقى له يد واحدة لكن فيها ثلاث أصابع. وسألته ماذا تنتظر؟ شنو هي طلباتك؟ قال لي يشفى جرحي ونرجع لغزة. قلت له كيفاش تعمل؟ قال لي لسه في إصبع يمكن نقرص على الزناد باش نجم ندافع على أرضي. يعني هذا شيء ما إنسان ما نجمش ينساها، لحظة تاريخية. تخيل الإنسان الفلسطيني بإصبع فقط أقوى من 10 صهاينة بدباباتهم وطائراتهم وصواريخهم وأسلحتهم الكيماوية وما يفعلوا من دمار. دمتم فخرا لنا حبيبي، وأنتم درع لحماية الكرامة إن شاء الله العربية والإسلامية، وإحنا إن شاء الله هنحفظ الكرامة العربية في كل مكان. وفعلا شبل من أشبالنا وزهرة من زهراتنا، كما قال رئيسنا أبو عمار، حيرفع راية وعلم فلسطين فوق مآذن القدس ومآذن القدس وكنائس القدس بإذن الله، ولن ينسى حقه وانتقامه، ولن ينسى ما حصل في دمار إله ولأهله ولبيته في فلسطين. وبإذن الله حنرجع نقول النصر حيكون حليف كل فلسطيني في أرضنا فلسطين بإذن الله. صحيح. حبيبي شكرا لكم كإذاعة والتلفزيون، وشكرا لكم كأمن يحفظنا وبيحفظ أولادنا. هنا والأمان، الأمن له دور كبير في القصة هذه، وحفظكم الله. شكرا لكم. أكيد تتواصل حلقتنا بين أهلنا وناسنا. نتمنى اللقاء القادم يكون في الأرض الطاهرة، أرض فلسطين. فلسطين اللي أكد أنها علمت العالم الصمود، علمته الصبر، وعدة مبادئ اللي ممكن نفتقدها هذا العدو الصهيوني اللي هو أصلاً يعني تقريباً تجاوز كل الخطوط الحمراء. هو طول عمره. طول عمره. طول عمره من 48، من 36 كمان، من يوم بريطانيا. هي حتى الآن أهل الضحية، شعب فلسطين ضحية اليهود. احنا طول عمره مجاهدين، طول عمره بنحارب، طول عمره كذا، يعني سنين طويله احنا في الحروب هذه. وبعدين الحروب لسه جايه، مش هتخلص، جيل ورا جيل، جيل ورا جيل. هذا حرب بيوم الدين لما تقوم الساعه، لسه في حرب بعد، يعني لسه خلاص حرب ورا حرب. احنا يعني شد اهتمامي ان شاء الله، بالحق شد اهتمامي الكلام هذا. نحكي ونتمنيه مع بعضنا. قلت إن شاء الله تنتهي الحرب، قلت لي لسه حنحارب، لسه في يعني أولادي، أولاد أولاده، جيل سلم جيل، جيل جيل ورا جيل. إحنا أقول لك إحنا صرعنا ديني، دين عارفش عن دين. لما تقوم القيامة، لما ينطق الشجر والحجر يقول يا مسلم خلف يهودي تعالوا اقتلوا، هذا بده من علامات الساعة هذه. يعني مش يعني قلت لكم كل حرف أطفال بوجهوش جيش بجيش،
يعني ايش بضربه؟ ما كل بيشهد العالم، كل اطفال من دور الطفل ابو سنه بحارب، ابو سنتين مع كشف وراح يحارب، مرعوبين من مرعوبين طبعا. مرعوبين بيستعملوا اقوى اسلحه في العالم على الاطفال على المدن. طب ده الذنب، انت جاي تحارب مقاومه ولا جاي تحارب مدنيين؟ صح، المدنيين مقدور عليهم صح، وعندك انت اقوى يعني سلاح في الشرق الاوسط، سلاح حديث يعني مش شيء قديم تحارب فيه. حتى امريكا والعالم الظالم واقف مع اليهود، حتى الان 6 شهور مش مقادرين يسيطروا. صحيح، 6 شهور حتى مش مقادرين يسيطروا على المقاومه. المقاومه اسمها موجوده بتحارب، يعني اصبح انت حاربكم على الاطفال. بفضلكم كسرتم اسطوره الوهميه، الكذبه الكبرى. الجيش لا يقهر في العالم. صح، وهي انهزم هزيمته في غزه ان شاء الله، يعني غزه مقبره لهم. صح، ان شاء الله تبقى مقبره لهم. واحنا بنضل نحارب لو بكل غزه، يعني تراب غزه اغلب للعالم، تراب غزه والشهداء ودم الشهداء اغلى من كل شيء. الله يرحمهم، هم احسن منا، استشهد الله يرحمهم، يا ريت احنا نستشهد زيهم ان شاء الله. نستشهد زيهم نور الشهاده، احنا نحب الشهاده. صحيح، هم حب الحياه زي ما نعشق الشهاده هو بيعشق الحياه. يهود يهود يعني اقول لك اجبل جيش في العالم. صحيح، يعني جيش اجبل، يعني سعد يجيب جيش من برا يحاربهم ويقعدوا، يجيبوا جيش من برا يحارب يعيش عن طريق المرتزقه. مرتزقه وجبان، جبال يبقى بين في وسط المدرعه ما يخرج، ولكن المقاومه طالت يد الشجعان. وحتى ما في شاب ورا الكاميرا كنت يعني فقد اهم يعني عضو ممكن الانسان حاسك هي الرجل، لكن قال لي تمنيت الشهاده، تمنيت الشهاده وصامد وده الشهاده، يعني وده يرجع يحارب. هذا الشهيد، الشهيد اللي شاف جنات ربنا ونعمه ربنا، قال يا ربنا يا رب عدني احارب، شاف من جنات ربنا قال ارجع احارب. صح، يعني احنا ان شاء الله احنا من اهل الشهداء، يا رب من اهل الجنه، احنا لا بنبكي ايش اللي صار. هم هزيمه اسرائيل على يد غزه ان شاء الله. عارف، حاولوا في الغرب والامريكان دائما يخلقوا قصص وهميه لابطال خارقين، وممكن يحاولوا يزيفوا الواقع ويخلقوا قصص، ولكن في العالم حاليا في عام 2024 في الواقع في قصه واقعيه حقيقيه، ابطالها ناس عزل، اطفال، الاطفال في غزه سنتين وثلاث سنوات ينطقون بالحكمه. يعني ساهو يعني حس انه الحرب انفرض مفروض علينا، على كل مسلم، على كل مسلم انفرض، مش علينا، على كل مسلم في العالم. وش انفرض عليه انك تدافع عن نفسك؟ يعني احنا طول عمرنا حروب، احنا مش اول يوم. يعني انا من يوم ولدت، انا من يوم ولدت واحنا وعيت على الحروب، حرب ورا حروب. ابوات نفس الحاجه، نفس الحاجه. الحمد لله، الحمد لله. غزه العزه، قال غزه العزه ان شاء الله. نحبك تنظر للاطفال وللشباب وللناس اللي تشاهد، على الاقل خلينا نقول من الدول العربيه والاسلاميه، لانه احنا رينا الشعوب يعني عملوا هبة الشعوب. وشفنا حتى موقف تونس، موقف رئيس تونس او الحكومة التونسية كان مساند، موقف كويس، ونشكر الرئيس التونسي ان شاء الله. واحنا انت شايف انت الدول العربية يعني زي فرجة، شوفونا على الشاشات وشوفونا وشوف ايش بيصير، كل ساكن كل بيتفرج. طب ليش الفرجة هذه؟ كل خايفين من امريكا، من اسرائيل، او تكلموا كلام اي بس تخويف. يعني وزارات الدفاع هذا ليش مخلوقين؟ لو دول قعدوا مع بعض وعملوا اجتماع بيرعبوا اليهود، بس طول واحد الدول العربيه ساكته بتزيد قتلها، قتل الشعب غزه. انا احبك تحكي
مش الشباب والطفل العربي المسلم يبقى في ذاكرته قصة كيف عشت، لأنه كل إنسان يحمل ألم موجود وعاش قصة في اللي فقد أبوه وأخوه وأخوه أخوه لسه يقدم ويقول لك أنا كمان لسه بدي كمان لسه بدي كمان. أنا جيراننا جيران زاهيك قصفوه وهم نايمين، يعني حوالي 50 شهيد وإحنا جنبهم 50 دار واحدة 50 شهيد استشهدوا ضرب صاروخ، وراكب إنه صامدين ونقول الحمد لله. اللي شاهد الصور اللي تقادمة من غزة رغم محاولة هذا الكيان الغاصب إنه يخفيها، ولكن تصلنا صور وسط دمار لم نشهده في التاريخ. تقريبا ما يعادل 5 قنابل نووية نزلت على أهلنا في غزة. صحيح. ورغم هذا تشاهدهم لحد اليوم متمسكين بالأرض، وسمعتك حتى في الكواليس تحب ترجع وكأنك قدمت عائلتك كلها شهداء، وكأنك أنت طالب الشهادة أيضا، وهذا يفوق حتى طاقة الإنسان. إحنا تربينا في الأرض هذه وحبينا الأرض هذه، ورب العباد قال لك إنه المسجد الأقصى لا هو إلي ولا يعني لا إلي لحالي ولا لإلك لحالك، لجميع الأمة الإسلامية، والجميع حقيته يعلم الكلام هذا. أرض طيبة، أرض مروية بدماء الشهداء، في كل بيت في كل زاوية في كل شارع موجود في شهداء في جرحى في ناس صابرة على الحق، ويعني فوق ما تتصور الدمار اللي أنت بتشوفه في التلفزيون هذا إشي قليل قليل جدا من أمر الواقع اللي موجود في غزة. في غزة الناس وصلت مرحلة إنه لا، لو بدي يصير إيش ما يصير أنا ما بسيب أرضي حتى لو بدي أموت. يعني أنا مكالمة بيني وبين الحجة اللي هي والدتي، يعني فبقول لها كيف أنت ماش بتاعك ليش بتعمل زيك، بتقول لي أنت مالكش دخل، أنت دير باكي حالك وبس، ناكل ما ناكلش إحنا قاعدين مش طالعين، حتى لو متنا بكفي نتحمل اسمنا، المهم إن إحنا مش طالعين. فالناس عندها صبر وعندها إيمان بالله كبير إنه لو بعد حين في نصر بإذن الله إن شاء الله إن شاء الله، وبإذن الله لازم الأرض بتاعتنا ترجع إن شاء الله، بكل ظروف كل ماس بكل قصف بكل إشي بصير، إلا إنه الناس عندها قناعة بالله. هذا وعد الله، يعني هذا الوعد اللي ربنا إيش أدانا إياه، إنه إيش بشر الصابرين، وهينا نصبر والحمد لله صابرين لآخر لحظة. أكيد ما زلنا نحكيه على الهلال الأحمر، نحكيه على المنظمة الكبيرة هذه الهلال الأحمر التونسي اللي ياما عودنا يقدم خدمات كبيرة ومساعدات، وريناه في دولتنا العزيزة فلسطين ش عملوا. ذيك علاش معايا سيد ناطق رسمي مدام بوثينة غريغبا، ناطق رسمي بالهلال الأحمر، باش تحكينا على المبادرة وعلى الحملة متاعنا. مرحبا بكم. برنامج حماة الوطن مرة أخرى يواكب مع الهلال الأحمر التونسي نشاطاته الاجتماعية والإنسانية. كيف رمضان السنة عنا قفة العادة والعويد، قفة المحبة اللي إلى حد الآن تم توزيع أكثر من 50,000 قفة على 50,000 مواطن في كامل تراب الجمهورية، وما زال التوزيع متواصل في أغلب هيئاتنا الجهوية. كيف كما كل رمضان الهلال الأحمر بخلاف قفة رمضان وبخلاف موائد الإفطار اللي هما زوز برامج الكبار متاع الهلال الأحمر التونسي، يعمل مشروع اجتماعي، وسنين المشروع الاجتماعي هو تحت شعار رمضان الخير رمضان العمل، اللي باش نستهدفوا فيه في كامل معتمديات الجمهورية النساء اللي يخدموا في خبز تابونة واللي يطيبوا في الملسوقة أيضا من أجل تعزيز قدراتهم. أثناء ارتقى الهلال الأحمر التونسي كونه المشروع الجديد متاعه يستهدفهم، وباش نقوموا بتوزيع مادة الفارينة على كل العائلات اللي مسجلة في قوائم الهلال الأحمر التونسي واللي النساء تخدم في الخبز والملسوقة. إن شاء الله كما شفتوا اليوم زغوان تتحصل على الكمية من مخازن الكبير المستودعات الرسمية للهلال، كيف سيدي بوزيد، كيف كامل ولايات الجمهورية. انطلق اليوم شحن المساعدات من المقرات الرسمية إلى الجهات الجمهورية، وإن شاء الله يتم التوزيع في الأيام القليلة القادمة. ديما رمضان يجمعنا، ديما المحبة تجمعنا، وديما تونس الخير تجمعنا، واحنا باش نكونوا معاكم ان شاء الله باش نواكبوا الانشطه الكبيره هذه، باش نمشيوا للولايات معاكم وباش نعيشوا معنا المواطن التونسي اللي بالحق
في تونس بلاد الخير أو مازال شعار التونسي التونسي رحمة، وهذايا بالحق راهو في ميزان حسناتكم إن شاء الله. والناس اللي وراه اللي نشوفوا ورانا هذا الكل، فما ناس تعاون وتقدم، نزيد ندعو الناس هذية باش تزيد تعطي وتعطي المساعدات هذية باش توصل الناس، خاصة عن أخواتنا في غزة وفي فلسطين مستحقين. وريناك أنت تقريبا مشيت برشا مرات وعايشت الجو هذا، أعطينا لمحة، خاطر باش تكون عندنا حلقة يظل سبيسيال على أشقائنا وأخواتنا من فلسطين المحتلة. كما تعرفوا اللي بعد إذن فخامة رئيس الجمهورية للهلال الأحمر التونسي ولكافة أجهزة الدولة للتنسيق بخلاف معناتها إرسال المساعدات، كيف نسقنا وجبنا مجموعة من أشقائنا الجرحى والمرافقين. جرحى كانوا مقيمين في المستشفيات وفي المساحات، وبإذن خاص آخر من سيادة رئيس الجمهورية تعم نقلهم النزل باش يعديوا فيه رمضان في جو عائلي، في جو نحاولوا شوية نعوضوا لهم معناتها الجو متاع المرض ومتاع الحزن ومتاع الألم على أهالينا في غزة، شوية جو عائلي. قالناهم إن النزول في مدينة نابل وإن شاء الله بشي عديوا فيه رمضان. كيف هما زوز مبادرات في شهر رمضان لأشقائنا الفلسطينيين، ومبادرة توزيع بطاقات المنحة للطلبة أيضا اللي باش تنطلق في التوزيع، وإن شاء الله تكونوا معنا في تغطية هذين الحدثين، وإن شاء الله ربي يرحم كل شهدائنا في غزة وربي يشفي كل الجرحى. وشكر خاص جدا من الهلال الأحمر التونسي لفخامة رئيس الجمهورية، لأنه المتابعة الحقيقة تكاد تكون يومية لوضعيات الجرحى، متابعة إنسانية، متابعة صحية أيضا، لأنه الملفات الصحية ووزارة الصحة مشكورة يعني تواكب فينا بكل المستجدات الصحية للمرضى. وإن شاء الله رمضاننا الكل مبروك.